المشهد الآن لتكتمل الصورة. تحية مجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات. 11 صباحا و 13 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، ماشيين بطبيعة الحال في مثل هذا التوقيت لفقرة حديث الساعة مع نعيمة. صباح النور نعيمة، مرحبا. صباح الورد والياسمين شهاب ونجم ومستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم باش نحكيه على جلسة عمل البارح تم تخصيصها للنظر في مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، ورئيس الدولة كان أكد على أنه المحاسبة مطلب شعبي وأنه القوانين يجب أن تطبق للمحاسبة وليس لتصفية الحسابات، وهي ما هيش أول مرة يأكد الكلام هذية. البارح وزارة التربية أصدرت بلاغ حدد فيه الأنشطة غير المدرسية المسموح بتنظيمها داخل المؤسسات التربوية خارج أوقات التدريس، وأكيد أحنا أي حكاية عندها علاقة بالتربية يلزمنا نترقولها باعتبار أنه التربية معناها حاجة لازمة في حياتنا الكل، مؤكد ما نجموش شيء الحق تربي. باش نتابعوا زادة آخر المستجدات في معبر راس جدير، وين وصلت الأشغال وشنو فما جديد باعتبار الأهمية اللي يكتسيه المعبر بالنسبة للتوانسة ولليبيا. كيف البارح زادة صارت جلسة استماع في مجلس نواب الشعب بحضور وزير الداخلية كمال الفقيه، كان موضوعها الهجرة غير النظامية ووجود الأفارقة في تونس، أعطى مجموعة من الأرقام اللي باش نعاودوا نرجعوا لها. كل هذه المواضيع نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. في فقرتنا اليوم باش نبداوها بقيس سعيد، الرئيس قيس سعيد اللي كان شدد البارح لدى ترأس جلسة عمل تم تخصيصها للنظر في مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، على انه المحاسبة مطلب شعبي وانه القوانين يجب ان تطبق للمحاسبة وليس لتصفية الحسابات. رئيس الدولة كان اكد وامر بادراج حكم جديد يتعلق بتجريم من يتعمد الامتناع عن إنجاز أمر في علاقة بوظيفته بهدف عرقلة سير المرفق العام، لأنه حسب تعبيره وكلامه الكثيرين يتعللون بما جاء في الفصل 96 من المجلة الجزائية للامتناع عن القيام بالواجبات الموكولة إليهم. هذا حسب ما جاء في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية. ومعنا عبر الهاتف المختص في المخاطر المالية سي مراد الحطاب. مرحبا بك سي مراد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذي أنت ومستمعيك الكرام. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. أكيد كنت تستمع لنعيمة في تفاعل مع تصريح رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، كيف تقرؤونه؟ تصريح سيد رئيس الجمهورية هو تصريح جاء لتصحيح عدة مفاهيم حول العمل الإداري وحول اتخاذ القرار في الإدارة التونسية اليوم. اتخاذ القرار يجب أن يخضع قبل كل شيء إلى المصلحة العليا للبلاد وإلى مصلحة طالب الخدمة في الإدارة مع اللي نسميه احنا لوزاجي، وفي كنف بطبيعة الحال احترام القانون والترتيب الجاري بها العمل. اليوم ثم برشا مشاريع معطلة في رفوف هيكل الاسناد ولا الإدارة ولا مصالح المرفق العام، بتعالة أن الموظفين يعني أو الإدارات اللي تاخذ القرار تخشى إلى حد ما أنها تخطئ أو أنها تكون عندها سلطة تقديرية غير ملائمة لاتخاذ قرارات ممكن تنجر عليها يعني مسائلة. ولكن في الواقع اللي نعرفوه أنه الفصل 96 موجود منذ سنوات طويلة ومنذ عقود، والقانون هذا جاء في سياق تشريعي معروف وسياق يعني واضح، ولكن ما كانش التعطيل موجود. اليوم وقت اللي ثم مسائلة وقعد تذرع بالفصل هذا وبالتشريع هذا، علما أنه الفصل هذا مش هو وحده اللي يحمل مسؤولية
الإداري أو المسؤول معناها سلطة التقديرية في صورة الخطأ أو في صورة الخطأ إذا كان ثم إشكال. شوف هو راو الفصل 96 كما أي فصل جزائي يجب ثم ثلاثة شروط يتوفروا باش النجم يأخذ شخص على موضوع معين ولا اتخاذ قرار معين. أولا يجب يكون ثم ركن مادي متوفر معناها ثم إضرار بمقدرات الدولة التونسية إضرار واضح وثابت. ثم ركن تشريعي معناها يلزم الأضرار هذاك يخضع لنص قانوني على مستوى التكييف. وثم ركن قصدي. أنا مانيش فاهم اليوم علاش الناس اللي يعني إذا كان تاخذ قرار هي في قصد عدم الإضرار بالإدارة وهي ما فماش حتى مناورات معناتها أو وضعيات تبين أنهم قاموا بإضرار أو بتحقيق مصلحة ليهم على حساب الإدارة التونسية، ما فهمتش علاش يخافوا من المساءلة. هذه النقطة الأولى. وهذا يجب إثباته. وهذا يجب إثباته. نقطة ثانية أنه لو حتى في صورة ما تعدل الفصل 96 مش معناها اللي باش ياخذ قرار ما عادش يتسائل. لا باش يقعد يتسائل مثلا باش يقعد يتسائل بمقتضى قانون الصفقات العمومية. باش يقعد يتسائل بمقتضى خيانة المؤتمن. بتجاوز السلطة، تجاوز النفوذ. معناها المجلة الجزائية اللي هي موجودة في العالم الكل، معناها احنا تونس ماناش استثناء لو في المسألة هذه معناها. ولكن في العالم الكل المساءلة والمحاسبة مثلا في الصين هالمدة هذه تم يعني اتجاه كامل لدى السلطة الصينية لإصلاح بعض وضعيات اللي تتعلق بالفساد. معناها هذه الدولة فيها أكثر من 1.2 مليار تقريبا وفيها إدارة كبيرة وإدارة عميقة. يعني اليوم القرار والمبادرة اللي كانت من سيد رئيس الدولة نعتقد أنها مبادرة جت في وقتها، ونعتقد أنها مبادرة باش ما تخليش اليوم حتى طرف يتذرع بوجود نص قانوني معين لعدم تسهيل باش يعطل المرفق. أي باش يعطل المرفق العام. المرفق العام اليوم باش نبداو فيه مثلا المرفق العام هما ثلاثة مرافق الصحة والتعليم والنقل. اليوم يعانيو من صعوبات وساعات كي تجي تسأل إنسان تقول له علاش مثلا ما حسناش او ما طورناش او ما قريناش حسابنا بالاساس، لانه يعني العمل الاداري هو عمل استباقي راه مش نستناه حتى لين المرفق يتيح باش نبداو نحاولوا انقاذ وقتها. لا يمكن انقاذ معناها ما تداعى بالكامل للسقوط. فوقتها المؤاخذه انا في رايي باش تقعد موجوده على مستوى الاستباق على مستوى التخطيط. هذا هو المطلوب من المسؤول. المسؤوليه راهي ماهيش تشريف بقدر ما هي تكليف بقدر ما هي استباق. هذا اكيد سي مراد. خلينا نفتحوا باب التفاعل. صديقنا نجم الدين العكاري حاب يتفاعل معك. صباح الخير سي مراد. حبيت نشكر بفضلك. حبيت نذكر في بعد الثوره في 2011 صارت برشا عقوبات، صارت طالت الموظفين. الفصل هذايا 96 من المجله الجزائيه يعتبر فصل في القانون يقول مهجور، ما كانش تم تطبيقه في السنوات اللي ثلاث صدوره في المجله الجزائيه. ما طبقش تقريبا لا في عهد الرئيس بن علي ولا قبله الرئيس بورقيبه، لكن طبق في بعد 2011 وبرشا مسؤولين سياسيين وزراء ومديرين عامين دخلوا للحبس نتيجة تطبيق هذا اللي في زوز حالات اللي هي الإضرار بالإدارة أو تحقيق منافع له أو لأقربائه أو للناس أخرين. علاش اليوم الناس مع الصحة وقالها رئيس الجمهورية ثم برشا ناس ما عادش تحب تجتهد ولا تصحح خوفا من هذا، ويحبوا معناها كوفرتور من اللي اعلى منه، معناها باش ياخذ قرار مثلا باش يشري كيران وتطلع الكيران مضروبه ولا اي في اي قطاع اخر يخاف يلزم تغطيه من المسؤول اللي اكثر منه كتابيا. اليوم في برشا ادارات المسؤول الثاني ولا الثالث ولا في اي مستوى يطلب مثلا من الوزير هو يعطيه تكليف او يعطيه حاجه مكتوبه وما يحبش يصح باش يقول لك انا ما نمشيش انا نتحاسب. محاسبه مهمه جدا، واللي يخطئ يلزم يخلص خاصة كي تكون كما قلت أنت الركن القصدي متوفر. لكن هذاك علاش نتصوره في التعديل الجديد اللي عنا عليه رئيس الجمهورية وباش يخلي الناس ما تغيبش وتاخذ الانيسياتيف وتتحمل مسؤوليتها، وخاصة اللي يعطل إسداء الخدمات. واليوم باش ما نعرفش كيفاش باش يكون النص الجديد، لكن الواحد كي يبدأ خايف وتزيد من شيرة هو كان يغلط في القرار اللي خذاه، وإلا كان ما يتخذش القرار جملة وتتعطل المصلحة. هذه هي باش تولي
اللي صعوبة المسؤولية الإدارية وقبول الناس باش تتحصل على مسؤولية واتخاذ القرار. مسؤولية اتخاذ القرار باش تكون صعبة، ما نعرفش كيفاش باش يكون النص جديد وكيفاش ردة فعل كبار المسؤولين في الإدارة التونسية. شوف خلينا نكون واقعيين، من 25 جويلية لليوم الدولة التونسية نحات مفهوم اللاعقاب أو الإفلات من العقاب الامبونيتي. من الثورة حتى 25 جويلية كانت القاعدة العامة الفساد ولا مؤسسة كاملة في تونس وأقوى مؤسسة في تونس، وكان الإفلات من العقاب هو عنوان المرحلة السابقة. اليوم وقت اللي ولينا نحكيه على المسائلة والمحاسبة في سياقات صعبة، ولينا نحكيه على نوقف الخدمة، وهذا هو. دونك الأصل في الأشياء مش معقول وقت اللي الدولة تتحمل مسؤوليتها وما تحبش تكرس مبدأ الإفلات من العقاب تولي الدولة تتعطل، مصالح الناس تتعطل. هذا خلينا نفهم به. بالنسبة لعلاش كان مهجور هو في وقت بن علي، هو وقع سنة وقت هذول في الثمانينات 86 حاجة كما هكا. شوف وقت بن علي وقع تهريب أموال من تونس بقيمة 34 مليار دولار، سعر صرف الدولار نتاع عام 87. وقت بورقيبة يقع تهريب سنويا تقريبا، هذه حسب معاهد دراسات أمريكية، في حدود 278 مليار دولار في العام من عام 70 حتى العام 87 بسعر صرف الدولار عام 70. يعني هذا الكل يتعدى كيكا أو يتكرر؟ لا سبيل إلى إعادة تكرار سيناريو نهب المال العام في تونس، واللي مش قادر باش يتحمل المسؤولية أو ما يحبش أو خايف منها أو ما يعرفش يتحملها زادة، فما مشكلة أن فما ناس ما تعرفش تتحمل المسؤولية تقنيا، ما يتحملش يمشاروا، ما ثم حتى حد انديسبونسابل معناتها يلزم يكون موجود. اليوم لا سبيل إلى إعادة تكرار ما جرى زمن بورقيبة وما جرى زمن بن علي فيما يتعلق بنهب الأموال. نهب الأموال هذا واقع معروف، اليوم عندنا لجنة وطنية لاستعادة الأموال المنهوبة، اليوم عاش لجنة وطنية للصلح الجزائي قاعدين يخدموا على قدم وساق. في نفس الوقت ما نجموش نكرسوا الإفلات من العقاب، وإحنا عاملين لجان وعاملين معناها هيكل كاملة في الدولة لاستعادة مقدرات الشعب التونسي اللي هو اليوم يعاني صعوبة العيش ويعاني ضعف على مستوى يعني المالية العامة، قاعدين نداركوا فيه بصعوبة بالغة ونحقوا في معجزات في الموضوع هذا. بالتالي اليوم اللي ما يحبش يتحمل مسؤولية ما عليه كلينش على روحه، لكن الدولة باش تخدم ما غير قانون، باش تخدم ما غير مسائلة، ما غير محاسبة في مالها. يعني باش نعطيك مثال، لو المسؤولين في أوروبا ولو ما اعتقدش ان اوروبا معناها بيلزمها بالضروره تكون مثال للعالم الكل، يعني اذا كان يتعدى يشري معناها حتى كاسكروت ومن غير ما يحاسب الاداره وما يهزش النوت دو فري يتحاسب. المسؤولين استقالوا في الاتجاه هذا صحيح؟ استقالوا وين؟ إيه سامحني انت تحب تصحح المليارات وما يكلمك حد او نعطل كل شيء؟ انت ماكش قادر باش تاخذ زمام المبادره وتطبق القانون، لان القانون يحميك راه في نهايه امره. قانون الصفقات العمومية يحميك طالما وأنك أنت ملتزم به، طالما أنك أن عندك قصد لخدمة الدولة التونسية ولخدمة المرفق العام. بالتالي ما فهمتش علاش شنو اليوم سبب الخوف، شنو سبب التردد، شنو سبب الإشكال اللي تخلق. هو مش اشكال في نهايه المطاف، وانت دخلت معنا لانه مازال نحكيه في البدايه في هذه المبادره، فحبينا نوضحوها للناس لانه شعار البرنامج كما تعرف سي مراد حتى تكتمل الصوره، فحبينا من عندك انت كمختص في المخاطر الماليه توضح ونبسطوا لعموم الناس شنو الموضوع بالضبط بقطع النظر عن المخاوف. هو ما ثم حتى مخاوف. بالنسبة لأن الدولة التونسية استعادت دورها كسلطة رقابية، كسلطة ردعية لكل إنسان نجم يتلاعب بالمال العام، هذا شيء شرعي وطبيعي. الدولة تحتكر بطبيعتها ممارسة يعني تنفيذ القانون على في الوضعيات هذه، مش الدولة التونسية برك، أي دولة حسب المفاهيم الجديدة متاع الدولة الحديثة. اليوم مش ممكن باش كل عام
نواصلوا معناها في التدفقات الماليه غير المشروعه، في تهريب الاموال، في الصفقات الفاسده. التقارير نتاع الهيئه الرقابيه راهي فيها برشا تجاوزات، فيها برشا مشاكل، فيها حتى على مستوى يعني اطارات صغيره معناتها في الدوله، معناها مش بالضروره حتى على مستوى صفقات كبيره. وكل شيء الصفقات الكبيره تتم بشكل انسيابي، معناها باعتبار انها تتعدى على برشا مراحل. وبالتالي اليوم نعقد اللي احنا اليوم على الطريق الصحيح ما يتعلق باستعاده الدوله لهيبتها ولدورها الاساسي في الحفاظ على المال العام. واضح جدا، شكرا جزيلا سي مراد الحطاب المختص في المخاطر الماليه على كل هذه التوضيحات. نعرف انه المعطيات والمعلومات الاقتصاديه عموما ما تكون جافه وصعبه وعصيه على الفهمك، علاش دائما نحاولوا انه المختصين يكونوا حاضر معنا حتى يقربوا الصوره للناس ويبسطوها للناس ويوضحوها للناس وتكتمل الصوره في نهايه المطاف. نعاود نرجع لك مره اخرى نعيم. باش نمشيو لوزارة التربية اللي البارح أصدرت بلاغ حدد فيه الأنشطة غير المدرسية اللي يسمح بتنظيمها في فضاءات المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد وذلك خارج أوقات التدريس. الوزارة ذكرت في البلاغ متاحة شنية الأنشطة هذه اللي تنجم يمارسوها معناها داخل المدرسة. أولها الانتخابات الوطنية بشتى محطاتها بناء على طلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومصادق عليه من وزارة التربية وبالتنسيق بالطبيعة مع بقية هياكل الدولة، إضافة للحملات ذات الطابع الصحي اللي تنظمها وزارة الصحة والأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها اللي عندها علاقة وشراكة مع بقية الوزارات وديما بالتنسيق مع رئاسة الحكومية. رئاسة الحكومة عفوا. كما يسمح كذلك وفق البلاغ ذاته باستغلال فضاءات المؤسسات التربوية لتنظيم الأنشطة المشتركة مع الجمعيات المؤشر لها بالموافقة من وزارة التربية دون سواها. يعني الأنشطة الكل يلزم يكون عندها طابع رسمي باش يتم إجراءها داخل المؤسسات التربوية. الوزارة قالت أنه الإجراء هذايا يندرج في إطار الحفاظ على رسائل المدرسة العمومية وحرمة الفضاءات متاحة وقداسة ألوارها التربوية وتأكيدا لضرورة النأي بها عن مختلف أنواع التجاذبات والتوظيف المنافي لأهداف التربية والتعليم. هو حتى يكون الكلام منسجم مع بعضه، شوف أنت هذه الفضاءات المدرسية قداش متاحة لأكثر من نشاط خارج إطار التدريس، وفي المقابل لا يقع تعهدها بالصيانة. أنا هذا اللي يؤلمني حقيقة. العديد من المؤسسات التربوية غير قادرة أن تكون حاضنة للتلاميذ والمربين حتى يمارسوا فعل التدريس، يعني في ظروف إنسانية، مش يعني في الشتاء وشبابك مكسرة وأبسط الضروريات مش متوفرة في هذه الفضاءات اللي احنا نحملها ما لا تتحمله. يعني اليوم عندها موكول لها احتضان العديد من الأنشطة غير المدرسانية وغير المدرسية بالرغم من أن هي منهكة ولا يقع تعهدها. احنا قادمين على العديد من المحطات الانتخابية، وكنا يعني الفضاءات المدرسية احتضنت العديد من المحطات الانتخابية وما زالت، وبعدين تم المحطات الانتخابية ولا يقع مرة أخرى تعهدها بصيانة. هو من المفروض وأنه لو هي هذه المؤسسات أو الفضاءات التربوية كانت مقتصرة فقط على كل نشاط يتعلق بالتدريس فضروري أنه يقع تعهدها بالصيانة، فما بالك أن هي عندها الهم المدرسي والفعل المدرسي وأيضا منخرطة في نشاطات أخرى خارج إطار التدريس وباقي على حال دار لقمان على حالها من أول الدنيا. أنا الحق فلا ما عرفتش عليش النص هذي تم إقرار وتم إصدار اليوم. هو أكيد فما سبب راه ما احنا حاولنا نتصلوا معناها ما ثماش علاش خاطر اللي تحكي فيهم الكل موجودين. هو أكيد صاف محكي فما صارت حاجة ما نعرفش، مش كيما مثلا السبيطارات قبل عملوا فيه معارس، ما نتصورش كانوا في مدرسة صارت فيها عرس ولا صار فيها حاجة باش يحكيوا الحديث هذا، أما هذه الأنشطة معمولة. بالنسبة للصيانة اللي هي ضرورية ومحمولة ومذهبية تولي هو راهو التحديد ضروري النجم سامحني نجم نعيمة وممتاز جدا أنه نحدوا للأمور، لأنه تنجم تجي مثلا بعض الجمعيات تحب تقيم تظاهرات أو أي جهة من الجهات تحاول وأن تستغل الفضاء متاع المدرسة، فهذا يبدأ مضبوط بقانون، مضبوط ببلاغ، مضبوط بأي شكل من الأشكال، ولكن أنه أن نحدد الأنشطة مهم.
هو صحيح ساعات في بعض المهرجانات الثقافية الصيفية ياخذوا ساحات متاع المدارس ولا المعاهد خاصة باش تحتضن الحفلات هذه، وساعات يتم استغلال بعض المبيتات في الغاية نفسها ولا في بعض الأنشطة الثقافية وفي بتنسيق ما بين الوزارات الترفيهية أيضا في المصايف وغيره لكن ما ثماش علاش. قلنا بالنسبة للصيانة أول شيء ثم المؤسسات الاقتصادية لازم تقوم بدورها المجتمعي في الصيانة، وقاعدة تقوم به في بعضها، ولكن النسق بطيء جدا. النسق بطيء صحيح. أنت راك تجي تشوف وزارة التربية تلقى وبعض الوزارات اللي كيفها تلقى 90% من ميزانيتها ماشية لنظام التأجير ويقعدوا 10% فقط. راي مثلا مش علاش أنا حكيت قبيلة في الفتحية على ضرورة إرساء تمويل جديد، نظر في تمويل جديد للمدارس والمؤسسات التربوية بصفة عامة، ويكون الولي وأي مواطن قادر باش ينجم يساهم فيه من عرش عن طريق سواء صندوق ولا عن طريق اعتمادات، خاطر احنا تقريبا كأولياء نساهم من سنة إلى أخرى في الصيانة ولا في شراء بعض الحاجات اللي هو مش محمول علينا وما هوش واجب صحيح. علينا لكن كي تبدأ صغارنا تقرأ في المدرسة هذيك هو تطوع واجب. أنا واحدة من الناس نراه واجب وطني، دور المجتمع المدني خاصة في المدارس كما كان يحكي شهاب ما تتوفرش فيها أبسط المستلزمات. راهو احنا منش نحكي حتى راهو على مدارس البرة، راهو في المناطق النائية، راهو عندنا مدارس في وسط تونس العاصمة تلمذا ما تلقاش كريسي باش تقعد عليها، ما فماش تواول والا مكسرة والا كما قال شهاب ببين ما تتسكرش شبابك. فما مدارس ما فيهاش صور اصلا، ما فيهاش. تتذكر شهاب كي حكينا من دخلت معانا من يارا اللي قالت الماء ما فماش، راهو ما في مدارس ما فماش 10 ايام يقص فيها بيس. كي يبدا ولي في مقدرته ماهوش طالبين منه الحق الكثير معناه، اما راهو كيما نقولوا احنا بلغتنا فليس مع فليس يوليو كديس معناه. كي يطوعوا مجموعه من الاولياء القادرين زاد ماهوش واجب، ما فيها بيس انه نعاونوا خاصه انه صغارنا تقرا في المدرسه هذيك، اما ماهوش فعل كبير برشا لكن موجود هذه وبقناعه الناس تعمل فيها كيما كنت تحكي انت بقناعه وبحب. حتى مؤسسات وطنية، بعض مؤسسات وطنية ماهيش كلها مش كلها منخرطة في الجهد هذا اللي يلزموا يكون أقوى معناها من الكل، خاطر الدولة ورات من السنين اللي كانت قبل كانت ثلثي ولا ثلث ميزانية الدولة كانت توجه للتربية والتعليم، قاعد الجزء هذا قاعد ينقص من عام إلى آخر في الدولة رغم الاهتمام ورغم حافظنا على المجانية في التعليم، خاطر مثماش رسوم كي عديد الدول يدفعوها للأولياء باش أولادهم يقرأوا. التعليم العمومي مجاني إلى حد الآن لكن مجاني وفيه دفعان فلوس مجاني إلى حد ما مجاني إلى حد ما الحقيقة باعتبار أن ولينا كما تقول أنت شهاب أنا كملت مع المدرسة مع الليسيات، لكن نشوفوا يجيوا الأولياء المعلمين والمدرسين في بعض المرات وفي بعض الجهات يطالبك باش يقولك نشريوا أوراق ولا نشريوا أحبار ولا نشريوا ممكن نعرش التبشير مازال يشريوا ولا ما يشريوا على خاطر المدارس الابتدائية في القانون. المدارس الابتدائية ما عندهاش ميزانية. أنا هذا سؤال محير والله، يعني كيفاش اليوم مدرسة ابتدائية بالقانون ما يلزمش يكون عندها ميزانية؟ المدرسة الابتدائية يعني كمؤسسة نحب نعرف، أنا مدير المؤسسة التربوية والله المرفات عاودت التقيت بمدير مؤسسة تربوية في منطقة ريفية، فهو أصلا في منطقة ريفية ما عندوش مع شكون يتواصل، وحتى إذا كان عنده بشكون يتواصل يوصل له بعد نهارين وثلاثة إذا كان صارت الاستجابة. ما هو من المفروض يكون عنده ميزانية تسييرية يمشي بها الأمور، يعني يأخذ بها بعض المستلزمات، يعني يظلم يعني المدرسة هذه مظلومة من التاريخ، مظلومة من الجغرافيا، ومظلومة من الاقتصاد، يعني ما ترصد لهاش. علاش ما ترصد لهاش ميزانية؟ ثم جزء من الأموال اللي تدخل لها من الدروس ما هو يتبدل الدعم. القانون لا دروس الدعم الموجودة في لا تكفي بيدة. ما عادش وين ما عادش دروس ثم جزء وزيد وكانت ب 20 دينار هي قيمتها طاولة 30 دينار موجودة. باش نعطيك أبسط حاجة شهاب، احنا قبل واحنا هنا كبار تو كي تفرط في أوراقك القديمة تلقى الكارني نتاعك اللي تاخذه من السنة الأولى للسنة للسيزيام كارتوني ومزيان ومستحفظ عليه. اليوم ورقة وماهيش حتى بالألوان، راهي ورقة أون نواغ بلون، خاطر المدرسة ما توفرش فيها طابعة بالألوان. هذا حاجة. حاجة أخرى، الصغير اللي يقرأ ويبدأ فرحان يحب شهادة بالنسبة صحيح. لي هذيك تمثل النجاح متاعو. توا أغلب المدارس راه ما عادش يعطيو شهائد ولا يعطيو الأول والثاني على خاطر ما عندوش ميزانية باش يوفر شهيد للقسم الكل وإلا الأقسام الكل. وللعلم كي تبدأ ورقة نواري بلون كل الذوب راه في وقت من الأوقات. أنا الطريقة اللي وليت نعتمدها في كارنيات أولادي إني نعملهم بلاستيفيكاسيون.
باش تحافظ عليها على الاقل، خاطر كما قال لك باش تقعد هكاك راهي من بعد تتلاشى الكتيبه ما عادش تترى. لقيت انجع طريقه اني كل كارني ناخذه نعمل له بلاستيفيكاسيون، ما نعرفش بالعربيه كيفاش تغليف، تغليف بالبلاستيك معناها باش نحافظ عليه. كي يشوفوا كارنيتي انا يقولوا لي علاش كارنيه مش كي كارنيه، نجم يقعد 50 سنه الكرتونيه قاعد لاباس عليه ما في حتى شيء. نعطيك ابسط حاجه هذه راهو شهاب، حتى كي حاولنا نحن الاولياء قلنا نتشاركوا ونشريوا احنا معناها خاطر يتباعوا هما الشهائد، معناها المدير يقول لك انا نخاف ما عنديش ترخيص من وزاره التربيه اني باش ناخذ حاجه كيفنا هكا من الاولياء، وعنده الحق. عنده الحق. وقبل يعطيوا الجوائز في اخر العام ما عادش الحفلات هذوك، اي حفلات كبيره ما عادش كون كان يمولها من قبل، كنا نقراوا احنا وناخذوا في الجوائز وغيرهم، ما نعرفش شكون كان يمولهم، مجموعه من الكتب في العاده ولا غيرهم، قصص واحد وكتب قصص ما نعرفش شكون كان يمولها من قبل. هل كانت عندها ميزانيه ولا هو كان كان في حتى تشبيك ما بين وزاره الثقافه ووزاره التربيه فيما يتعلق بالامور هذه؟ كانت تتذكر ايضا المكتبه المتجوله اللي كان دورها كبير برشا في كل، ما زالت ولكن قل. أنا من زمان ما ريتهاش، أنا من زمان حتى الإقبال عليها راهو قل. هي في الصيف وزارة الثقافة تعمل حاجة هكية في الشواطئ، شهاب الدور في الشواطئ ريتها، أما المشكلة فيش هو الإقبال عليها هو اللي قل، الصغار ما عادش تقرأ. نلومو الصغار ما يلوموش، ولا نلومو أنه فيه فشل اتصالي، فيه فشل اتصالي أنه نعاود نسوق للمكتبة المتجولة حتى توصل للناس، اما مش نلوموا الناس انهم ما يقبلوش عليها، تجي مكتبه ما عندوش عليها حتى فكره يعني. هو قبل يظل يوصلوا فكره، عنده الرسخ والمطالعه، خاطر المطالعه كماده في البرامج النحات، معناها ما عادش ماده وما عادش يمتحنوا فيها وغيرها. مشكله احنا في المطالعه والله، مشكله ما عادش صغيرات ما عادش يطالعوا على معاش يصالوا. توا في الاقسام اللي نحكي على الابتدائي، خاطر اولادي مازالوا في الابتدائي، يعطيوهم قصه معينه ويقول لهم اقراوها ولخصوها. شنو يعملوا؟ يلقاها في الانترنت. يلقاها في الانترنت ملخصه حاضره باش. لا يقرا، معناها مش نحكي ولدي مازال صغير، بنتي تقول لي تلقاها في الانترنت ملخصه. موجود. علاش ما تقراهاش انت؟ وموجود يا شهاب التلخيص حاضر في الانترنت. موجود كل شيء، لانه في معناها الابحاث اللي كنا نعملوا فيهم ومطالبين واحد تو تمشي البوبلينات يطبع لك ويحضر لك ويحضر موجود مسبقا محضر في كل قسم، وفما مواقع راهي. مواقع معناها هي الحق. هو شكون عملها؟ هو مدرسين معناها تدخل كتب الموازيه وغيرها واحد يولي التجاره. قبل حتى المدرسين تو بالذكاء الاصطناعي، يعني احنا نوظفوا الذكاء الاصطناعي في امور سلبيه، يعني يستعملوا تشات جي بي تي ويهبط لك الامتحان ويجاوب وكل شيء، يخدموا يعني ما يبذل ولا جهد، يعني احنا نوظفوا الذكاء الاصطناعي في توظيف خاطئ سلبي. بنلوجوا على الراحه اكثر منها على اي هذا هو نحكي لك عليه. نجم كل قسم كي تدخل كي تضغط انت هكا تكليكي على الاقسام تلقى البحوث بالترميستا بالموضوع وتطبعوا حاضر باش بالكتيبه بتصاور بالالوان امور معناها تطبع وتلصق وفي الاخر تلقى التلامذه الكل خادمين نفس البحث لانه كلهم باش يعتمدوا نفس المصدر. هوني انا الحق ديما نرجع الدور للاولياء وبما فيهم انا، لاني مستحيل وعودت حاجه بها صغاري، مستحيل نبعث واحد من اولادي اعمل بحث مطبوع. لا لازم المسؤوليه مشتركه الاولياء والمدرسين ايضا. المدرس يجي هو المدرس اكثر، يعني المدرس تجيه مثلا 20 نسخه نفس المصدر وظاهر الخدمة يعني مغشوشة فما يتفطن لهاش أو يشجع أو يعطيها عدد ممتاز، يعطيها عدد ممتاز على الشيء اللي يعمل فيه فأنت تشجع فيه. كنت تذكر شيء خطب عليها ولا في الخط قبل كي تكتب خايب يقول لك عاود جملة هذه مثلا 100 مرة ولا 20 مرة خطية ولا خطية. حاجة هذيك زاد الاتنحات وما عادش هو الخطة ومعناها ما عادش مطروح ما زالوا ياخذوا في الخطايا، لكن بالنسبة لي الحق للبحوث بالنسبة للصغار هي فرصة باش تتعرف. كما البارح بالضبط بنتي خدمت على التلسكوب، قالت لي شنو هو التلسكوب؟ كي لوجنا مع بعضنا لقات عالم جديد، اكتشفت عالم جديد، بدينا كيفاش تعمل الاكتشاف وخدمته كتبته. علاش نخير انها تكتب باش تقرا وباش المعلومة تترسخ في مخها؟ نقول لها حتى
لو المعلمة سألتك سؤال في القسم تعرف كيفاش تجاوب بطريقة مبسطة صغيرة. أنا الحق نراها وسيلة، البحوث نحبهم أنا شخصيا على خاطر راهم وسيلة من الوسائل اللي صغير ينجم يكتشف بهم حاجة جديدة ويتعرف بهم على حاجة جديدة وترسخ في ذهنه. طبعا هي تنمية الفكر البحثي لدى الطفل أنه يعرف يبحث، تنمية الفكر النقدي لدى الطفل أنه يعرف يطرح السؤال لماذا كيف، ولكن بالطريقة هذه ما يطرح حتى سؤال، كل شيء يجي جاهز. نكملوا مواضيعنا، خذينا الوقت لما يتعلق الأمر بالمسألة التربوية ربي يهديك نعيم، وطرحنا موضوع آخر أو ينجم يكون موضوع اللي هي التراجع والعزوف على المطالعة عند الشباب كي نراها بطاو جاي الصيف. وحاجة أخرى، ماذا بينا النوادي متاع المطالعة اللي كنا شاركنا فيهم وإحنا صغار يرجعوا للمدارس الشباب على خاطرهم الحق ينمي حتى الشيرات المكتبات ما عادش عاد كل شيء متوفر في الانترنت. نمشيو لراس جدير ون المعبر ونشوفوا شنية آخر المستجدات. كما قلنا التوينسة واخوتنا الليبية يستنيوا في المعبر هذا يتحل وترجع الحركة يا فيه كيف ما كانت قبل. احنا مستحقين وهم مستحقين، هو تعطل الصيانة شهرين، احنا مستحقين وهم مستحقين وما ننفيوش معناها العلاقات القديمة ما بيننا وبين الجارة ليبيا. ومعنا عبر الهاتف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان سي مصطفى عبد الكبير. صباح النور واهلا بك على موجات الاذاعه الوطنيه. مرحبا بك ومرحبا بكل اصدقائنا المستمعين وصديق الشيخ. يعطيك الصحه بارك الله فيك، مشكور جدا. قال لي اخر المستجدات تو في المعبر. والله شوفوا تعرفوا هذا معناها احنا ديما لازمنا ناكدوا على الجانب التونسي مفتوح ما ماشي تراب الغلق. يعني احنا في اي وقت يكون الاخوه الليبيين جاهزين للفتح. وأسبقنا تحدثنا في الأسبوع الماضي وقلنا أن هذا الأسبوع سنرى تقدم معناها إيجابي في بداية الأسبوع. بالفعل يعني اليوم الإخوة الليبيين في إطار الاستعداد الإداري ضمن المنظومة الأمنية والتوقد الأعوان وكل مسائل متعلقة بالجانب اللوجستي بدأ فيها بشكل مباشر، وهذا مؤشر على أنه المسألة الفاتحة ماشي باش تاخذ مدة طويلة. وخلال هذا الأسبوع أكيد جدا أنه إن شاء الله إن إحنا يقول قائد حتى مستمع يقول كم من موعد، ولكن رأي العملية وصلنا فترة حتى على مستوى رسمي سلطات تونسية وسلطات ليبية قررت يوم معين في ورقة ماي، ولكن ما أعتقد تمش الالتزام به لظروف معناها خارج على الإطار الطرفي وخاصة الإطار الطرف التونسي اللي هو في نهاية الأمر يعني ينتظر الأخوة الليبيين وقتاش أن يكونوا هم جاهزين لعملية الفتح، لأنه احنا من جانبنا ما خلينا حتى قرار. بالتالي احنا نعتقد أنه بدأنا في المرحلة الأخيرة وهو الاستعداد للفتح القريب اللي يكون إن شاء الله نتمنوه قريبا جدا في اليومين القادمين إن شاء الله، وهذا ما نتمناه. يعني هي عملية الصيانة من الجانب الليبي متواصلة على بنسق حثيث يعني في مرحلها الأخيرة سي مصفى، والصيانة والإعداد اللوجستي والمثلة المقل الأعوان وجملة من الأشياء كلها مرتبطة ببعضها، ليس فقط الجانب الصيانة هو المعطل الأساسي ولا جانب اللوجستي والمعطل الأساسي. يعني تعرف الموضوع فيه إشكاليات حقيقية وتابعتها منذ البداية، لأنه المعبر عندما أغلق لم يغلق لأمر حي، هو أغلق لأمر فيه تم فيه استعمال سلاح يعني صحيح. الصعوبات اللي هي تعرضت عملية الغلق هي نفسها صعوبات جزء منها امتد إلى عملية الفتح، ولكن الحمد لله احنا وصلنا لنهاية، وهذا يراه يعني ماراثون كبير ياسر على سواء كان السلطات التونسية ولا حتى الأطراف الليبية وحتى حداك أطراف مدنية بالتواصل مع الأطراف الليبية في مسألة الغلق، لأن ماشي في بال الناس كان الغلق هو معاش تنقل معاش تنقل، يعني ثم مشاكل عديدة للجهة الداخل رغم ما تقوم به القنصلية العامة ولا تقوم به السلطات الرسمية. أيضا احنا كجانب مدني بعلاقتنا مع الإخوة الليبيين سواء كان على مجال سواء مجالس بلدية ولا وجهة ولا أطراف خاصة بتجربة اللي ركبناها و البرز دولين على العلاقات في عدنا يعني فترة عدناها صعيدة يعني فيها تقديم برشا مساعدات لوجستية خاصة العمالنا في ضرب سمعنا فيه في بعض المشاكل في المصفرات وفي الزاوية في أيضا مناطق قريبة من الحدود. يعني فترة نعتبرها صعيدة إن شاء الله هذه الفترة معاش تعود علينا إن شاء الله يا رب.
ان شاء الله سي مصطفى. انا حبيت ان شاء الله ان شاء الله الايام هذه القريبه القليله يفتحوا، هذا اكيد ان شاء الله، لانه اعتقد ان القرار اتخذ بشكل هو مهم جدا انه يعاود يرجع معبر راس جدير. ولكن الأهم وانت تعرف سي مصطفى وأنه فيه تشكيات قبل حتى لما كان مفتوح المعبر، وأنه ساعات الانتظار طويلة جدا تصير وازدحام كبير جدا، طوابير طويلة، ساعات الانتظار من 8 حتى 15 ساعة. وتعرف الحالات خاصة من الأشقاء الليبيين اللي يجيوا لتونس للتداوي، يعني الإنسان يبدأ مريض في حالة صحية تعب برشا ويبقى يستنى بالعشرة 15 ساعة. فإحنا اليوم شنو نتمناه أنه يرجع، ونتمناه أنه يرجع ومهيأ. أك على سألتك أنا على الصيانة، لأنه تعرف أنه تمت إضافة بوابات من الجانب التونسي ولكن ما هيش مفعلة بالكامل. اليوم فما حديث على صيانة من الجانب الليبي، فإن شاء الله يرجع في أقرب الأوقات ويرجع في أحسن صورة. هو الأكيد، وأنا تعرف أنه الزيارة الأخيرة لوزارة الداخلية الليبي وتحول مباشر بعد أن تعثر الحوار على مستوى اللجنة المشتركة التونسية اللي وقتها اجتمعت كنت في رشدير، وعلى اثرها تحول مباشر تم استدعاء وزير الداخليه الليبي لاجتماع كان مرفوق بوفد كبير بالسيد وزير الداخليه، ثم بعد ذلك نقل للسيد الرئيس. هو في طرح جمله من هذه المشاكل اللي كانت طرف مقلق بالنسبه للليبيين. كيف احنا كنا دائما وابدا نتحدث على مشاكل، كما يتحدثوا هم على مشاكل في تلقى المواطنين ومعاناة المواطنين، نفس الوضعية احنا بالضبط. يعني مشاكل في التعطل في بعض الأحيان، معناها حتى الظلم الواضح اللي يسلطوه بعض الأطراف الخارج عن القانون اللي هي مش من المفروض أن تكون موجودة بالمعبر على تجارنا وعلى عمالنا وعلى كذا. يعني المشاكل مشتركة، والاجتماع حكاية أكيد بما فيه تشابه الأثمان بفيه، احنا عندنا ناس معناها ممنوعين من دخول ليبيا بدون حتى إجراء، وما عنده حتى مشكلة في ليبيا، يلقوا راح أخذوا له باسبوره وقيدوه وقالوا لنا أنت معناها عندك مشكلة معنا وبعيد. هذه إحنا طرحنا من طلل عودة في المعبر بالقريب، ونتمنى إن تكون المشاكل السابقة، إحنا متأكدين إن مش تحول من 100 إلى 0 درجة، من 100 درجة إلى 0 درجة، وفي معناها صفة وردية كما نتمنى هذا ما نتمنوه، ولكن على الأقل تتحلحل الوضعية في مسألة الانتظار، مسألة الزحمة من المعاملات، الاحترام المتبادل بين الطرفين، كل هذه المسائل حتى احنا كأطراف مدنية متواصلة مع أطراف مدنية ليبية فاعلة ومؤثرة ومنظمات مهمة وأيضا مجاهرة وعمداء بلدان دائما وأبدا نؤكد، وهذا في تام وسام نحن السلطات التونسية، أن وراءنا احنا حتى مواطنين يعانوا الولايات، أو مش كان ممكن عندكم مشاكل، حتى احنا عندنا مشاكل، ومش كان أنتم تعانوا من الانتظار، حتى احنا نعانوا من الانتظار، صحيح تعانوا من مشكلة تشابه الأسماء، حتى احنا نعانوا من مشكلة ناس ممنوعة بدون سبب. صحيح صحيح. خلي صديقنا نجم الدين العكاري حبيت يتفاعل معاك بعد إذنك سي مصطفى. أهلا سي مصطفى، برمي حبيت نستوضح ملي تسكر المعبر توا قبل نحو شهرين ولا حاجة، تم 3-4 مرات الإعلان عن فتحه بعد نهارين يقولوا ولا حاجة وما تمتش. هل المرة هذه إن شاء الله قبل نهاية الأسبوع هذا تصير بالرسمي، معناها وتعود حركة التنقل ما بين البلدين الشقيقين؟ والحاجة الأخرى، ثم كانت قبل ما يتسكر كانت ثم إشكالية يتعرضوا لها التونسيين، هي فرض الرسومات اللي في وقت من الأوقات تم إلغاءها، هل باش تعود ولا باش يبقي يتم الإبقاء عليها ملغاة؟ هو في الشق الأول من سؤالك على هذه المواعيد، كنت أنا تحدثت أن المواعيد هذه وصلت أنه تم الموعد من المواعيد ضرب بين أعلى هرمية السلطة اللي هم في اللي يتحكموا في المعابر، وزير الداخلية الليبي وزير الداخلية التونسي، مع ذلك ما تم التزام به، لأنه بتعرفوا إحنا مش من جانبنا إحنا، لأن إحنا لم نغلق، إحنا وضعنا عادي. يعني احنا ما خليناش اجراء الغلق، واحنا مفتوحين، معناه حتى كان هم تو ياخذوا الطابع ويطعموا عدوا في الليبيين ولا في عدوا العمال، مع انه حتى مشكل هذه معناها واضحه المساله في الجانب هذا. اما وهم مجبورين لانه هم صعوبات حقيقيه يعيشوها، ولذلك ان مواعيدهم تختلف معنا كان في المغرب مره مغرب وجود صعوبات حقيقيه حتى بين بعضهم في مساله التفاوض وفي مساله تحديد الواحد، وايضا تعطل الاشغال وجمله من المسائل. فاعتقد انه احنا نتفاعل مع اي موعد يقرروه هم من اجل انه ندفعوا بان يكون ذلك الموعد
هو الموعد النهائي وموعد الفتح، وهذا مهم جدا لانه لا يجب حل الاحوال يكون حتى على طرف رسميه مدنيه انه احنا ننتظر فقط، لا هو هذه مهم زيت حد الليبيه للتوقف على بعضها، هذه معبر يعني هو واقعنا الجغرافي واقعنا التاريخي وهو معبر مشترك نتاسى به مرتبط بموارد رزق الناس، ما زلش هذه موارد رزق الناس تكون بيد طرف من الاطراف مهما كان باستثناء السلطات اللي هي رسميه تعمل على يعني حل حاله الوزن ويعني من اجل المحافظه على قوت الناس، لانه هذه راهو اكثر من 70 مدينه تونسيه ليبيه مشتركة على الحدود، تجمع بلدين عندهم معاملات تجارية كبيرة، يعني جانب اجتماعي جانب إنساني، اليوم احنا ما لذلك فإن هذه المواعيد دائما وأبدا ما تفاعل معها، وإن تأخرت نضرب غيرها من أجل الدفع بالفتح في القريب العاجل، وهذا ما نتمناه. سؤال متعلق بالرسوم سي مصطفى، سألك نجم الدين. هو ليس فقط بالرسوم، احنا عندنا عديد من المشاكل، وهم من الرسوم، ايضا عند بعض الاسماء الممنوعه من الدخول ليبيا اللي هي في الاشهر الاخيره، جمع من المسائل، هذه لا نستطيع الان الحديث عنها قبل الفتح، لان حتى الفتح سيكون تدريجيا. انا مطلع على المفاوضات اللي حصلت، ومطلع جيدا على كل المعطلات، لذلك فإن مسألة العودة ستكون تدريجية حتى في جانب الانسياب السلع والحركة ولا كل ما هو تدريجي، الأمر سيكون تدريجي، واحنا سننتظر في الأسبوع أو أسبوعين ماذا ستسفر عنه، هل هناك متغيرات في مسألة انسياب السلع، متغيرات في مسألة الرسوم، متغيرات في مسألة أيضا الإتاوة على دخول السيارات ودخول الأفراد، كل هذا وقتها لكل حادث حديث. إذا كانت نعتقد أن السيد وزير الداخلية التونسي والوفد التونسي المفاوض سواء كان في مستوى التسجيل ولا وزارة الداخلية أكد عديد المرات على أنه هذه مشاكل مواطنينا ولابد أنكم تحلوها، كيف هم من طرفهم أكدوا على أنه هذه مشاكل مواطنينا ولابد الحل، نحن ننتظر كمواطنين ساعة الفتح من أجل التأكد من تجاوز هذه المعاناة ولو جزئيا حتى تتحلحل تدريجيا المسألة، وما قدرنا إلا أن نبحث عن حلول مشتركة. شكرا جزيلا سي مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان على كل ما أفدتنا به. احنا باش نواصل نعيم الحديث في موضوع قريب من الحدود عنده علاقة بالحدود. الموضوع هو عنده علاقة بالمهاجرين غير النظاميين من جنوب إفريقيا. النائب ياسين مامي كان البارح كتب على صفحته بموقع التواصل من إفريقيا جنوب الصحراء حتى لا نفهم خطأ، جنوب الصحراء أخذ رحنا بدنا فرقة، كان أفاد بأنه وزير الداخلية كمال الفقيه البارح صارت جلسة خلال داخل مجلس نواب الشعب في موضوعها الهجرة غير النظامية ووجود الأفارقة في بلادنا، وكان صرح أنه عدد هو قال أفارقة ما هي أفارقة جنوب الصحراء الموجودين في تونس بشكل غير نظامي يبلغ العدد متاعهم حوالي 23,000، وفما 9,000 مواطن من جنوب إفريقيا موجودين في تونس بطريقة غير قانونية. كان عطى النائب قال انه الجنسيات نتاعهم يمثلوا 27 جنسية، قرابة كما قلنا هما 23,000، فما 7,109 مهاجر افريقي غير نظامي افريقي، رانا نقصدوا به افارقة جنوب الصحراء باش ما يتأولش كلام، لا على خاطر فالصياغات فيها لبس وهنا يعني نقطة نظام جنوب افريقيا دولة يعني حتى نبدو واضحين، هو من أفارقة جنوب الصحراء للمهاجرين غير النظاميين حتى توصل رفع اللبس، فما 7,109 رجعوا لبلدانهم بصفة طوعية، وكما قلت عنا 1099 وعنا 1099 سجين في السجون التونسية الغير نظاميين. الملفت هنا في هذا الكل العدد 23,000 موجودين في تونس. تتذكروا شهاب نجم مرة كان معنا تدخل بوقت اللي حكينا على الوجود نتاعهم في العمرة اللي ناشط في المجتمع المدني، قال لي هما في العمرة برك يقربوا ل 23,000. مصطفى عبد الكبير كان صرح قبل هو كان معنا في مداخلة قال انه العدد نتاعهم يوصل ل 100,000. المرصد الوطني للهجرة زاد عطاه رقم اخر 36 قال 36 يعني هذايا حسب تصريح وزير الداخلية قال لي هما 23,000 غير النظاميين و9,000
موجودين بوثائق قانونية على التراب الجمهورية التونسية. النائب ياسين مامي كان زادة طالب أنه ودعا الحكومة أنها تطمئن الرأي العام بخصوص الموضوع هذه، وكذلك طالبها بضرورة الاطلاع على مذكرة التفاهم مع الجانب الإيطالي. شنو هو صار فيها؟ هو صحيح المذكرة هذه والمفاوضات اللي صارت مع تونس، وحتى مؤتمر الهجرة اللي دعت له تونس وتم استضافته في روما في الصيف اللي فاتت، التو مازال ما طبقش منه حتى شيء، والوعود الأوروبية الكبيرة زادة ما صار حتى شيء، رغم تصريحات ساعات من مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وإلا من بعض البلدان يقولوا لي أعطينا تونس ما خذيت حتى شيء في الفترة الأخرانية، رغم أنه الرقم كما كنا نحكيه الكل يظهر لي أنقص، رغم هي وزارة الداخلية هي السلطة الأولى اللي عندها المعلومات في هذا وعلى كل الناس، لكن ثم تضارب كبير برشا، وحتى احنا اللي نشوفهم في كل المدن التونسية معناه انتشار الأفارقة، اخواتنا الأفارقة من جنوب الصحراء يظهر لي الرقم اكثر. صحيح ثم الناس تمشي تحرق وثم ناس ترجع للبلدان وثم ناس يرجعوها للحدود، لكن اللي نشوف فيه بنظرة العين يظهر لي أكثر شوية، معناها من 20 و 30 وحتى ممكن 40 باعتباره أكثر، رقم من وزارة الداخلية ناخذه كرقم أكيد رسمي يظهر لي أكثر. 11 صباحا و 59 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، منيا السيري بعد قليل في تأمين موجز الأنباء. نذكر السادة المستمعين وأن ضيفتنا في فقرة الملف باش تكون هالة جبل رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب. نعود بعد الموجز. من 1900